بكم مشاهدينا الأكارم. حكاية اليوم اخترناها لكم لأنها تمس حياة المواطن العراقي، بمعنى تمسكم أنتم مشاهدينا. نحاول من خلال حكاية هذه الحلقة أن نلملم أجزائها ونطرحها في هذا الاستوديو لنقوم بطرح السلبية والإيجابية. السلبية نقوم بتقويمها، أما الإيجابية فنقوم بدعمها من أجل أن تكون هي الطاغية في المجتمع العراقي. فأهلا بكم مشاهدينا وحلقة هذا اليوم، ابقوا معنا. أهلا بكم. منذ منتصف التسعينيات وتجارة الدواء رائجة خارج القانون والأعراف المهنية، وبغض النظر عن تأثير هذا الاتساع في نطاق بيع الدواء على تذبذب سعره، يعرف الجميع أن هناك غشا وتزويرا واستعمالا خاطئا، وأن عقاقير كثيرة تستخدم في غير مواضع استخدامها بسبب غياب الثقافة الصحية من جهة وضعف الرقابة من جهة أخرى. تجارة الدواء بالأطر غير العلمية وبعيدا عن الاختصاص تتجاوز عشرات المليارات سنويا في كل مكان في العالم. أما في العراق فقد بدأ السوق العراقي يتسع لصيدليات ومداخر مهنية لعبت وتلعب دورا سلبيا، ومؤامرات ضحيتها المريض بالاتفاق مع أطباء ومستشفيات ودور رعاية صحية. تابعوا معنا مشاهدينا تفاصيل هذا الموضوع وأكثر في الدقائق المقبلة. أهلا بكم مشاهدينا الأكارم مرة أخرى. يعني اليوم موضوعنا موضوع جدا حساس لأنه بتماس مع حياة المواطن العراقي ومع الإنسان بصورة عامة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معي في الاستوديو نائب نقيب السيادة العراقيين الدكتور جليل الحداد. أهلا وسهلا بك دكتور. شرفتنا طبعا دكتور. دكتور اليوم الموضوع جدا حساس ليس من جانبكم بقدر ما هو من جانب يعني المساس بحياة الإنسان بصورة عامة. يعني دكتور في السابق كان هناك ضوابط وسياسة للشركة العامة لتسويق الأدوية، يعني هي تكون الجهة الوحيدة لمنح التراخيص في مراجعة يعني دساتير الأمريكية والبريطانية. ما الذي تغير الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع مو بهالطريقة. مو الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية اللي هي إحدى دوائر وزارة الصحة، نعم، ويختصر عليها ويصطلح بتسمية كيماديا، مو كانت مسؤولة عن منح التراخيص، وإنما كانت هي المستورد الوحيد للأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة الطبية في العراق إلى عام 2003. شركة مملوكة للدولة هي اللي تستورد للقطاع العام وللقطاع الخاص. إذن هي تقوم باستيراد بالاستيراد والخزن والتسويق. عذرا، منح التراخيص من المسؤول عنها؟ المقصود بالتراخيص شنو المقصود بكلمة التراخيص عدل؟ نعم، بما يخص الاستيراد، بما يخص أكيد استيراد الماركات المعينة للدولة. مثل ما سبق الكلام، كيماديا كانت هي المستورد الوحيد بالعراق للأدوية والمستلزمات الطبية إلى عام 2003 للقطاع الخاص. إلى عام 98 هي كانت المستورد الوحيد. سنة 98 أعيد العمل بفقرة قانونية في قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وهي المكاتب العلمية، نعم، اللي هي مسؤولة عن الإعلام الدوائي والاستيراد الأدوية للقطاع الخاص. سنة 98 كانت متوقفة من بداية السبعين، من منتصف السبعينات إلى سنة 98. سنة 98 أعيد العمل بهذه الفقرة القانونية، أعيدت المكاتب العلمية إلى الوجود، لكن كان عملها محدود جدا بالقطاع الخاص، لأنه كانت تعمل على سد النقصات اللي صار عند بتجهيز كيماديا للصيدليات والمداخل الأهلية. هذا كان في عام 2003. كيماديا انسحبت من القطاع الدوائي الخاص 100%. نعم. من 2003 إلى اليوم المكاتب الإعلام الدوائي هي المستورد الوحيد للأدوية بالعراق، وتسوق أدويتها إلى الصيدليات عن طريق المداخل الدوائية
هو من الصيدليات إلى المواطن. يعني دكتور نسمع كثيرا عن الأدوية المغشوشة، وأيضا هناك ملفات فساد سنتطرق إليها أيضا، قد طرحت في كثير من وسائل الإعلام أيضا في من قبل الكثير من المختصين. يعني مسألة الأدوية المغشوشة، ما مساحة الأدوية المغشوشة في سوق الأدوية في العراق؟ موضوع الملفات الفساد اتركها للمعنيين في وزاره الصحه يتحدثون عنه. لن ندخل في عمق هذا الموضوع، لكن في بعض الجوانب نعم نتكلم عن الادويه المغشوشه. الدواء المغشوش هي مشكله عالميه ما مختصه بالعراق فقط. قبل 2003 كانت الى حد ما يعني ما موجوده بالعراق. بعد 2003 والفراغ الامني اللي حصل، وفي كل دول العالم لم يصير فراغ امني، يطلعون الناس في مختلف اتجاهات التجاره يتاجرون بالامور الممنوعه. الدواء المغشوش مثل ما قلت هي مشكلة عالمية، حتى في أمريكا البلد الأول اقتصاديا وعسكريا بالعالم أكو أدوية مغشوشة. في بعض الولايات الجنوبية اللي محاذي للمكسيك تحديدا، في أمريكا الجنوبية منتشرة جدا، في منطقتنا موجودة بالأردن، في مصر، في لبنان، في سوريا موجودة الأدوية المغشوشة. احنا عندنا موضوع الدواء المغشوش بمسميات بنواحي كثيرة الحقيقة. اكو دواء مقلد، اكو دواء مغشوش، تعريفات، اكو منظمه الصحه العالميه تعرفها اكثر من تعريف. بعد الفراغ الامني ب 2003 بدات هذه المشكله، بدات تكبر الى حدود فتره 2007 فتره الحرب الطائفيه. زادت شويه، الان لا، في امور في تناقص. اكو جهد امني، دوائر وزاره الداخليه، مديريه مكافحه الجريمه المنظمه، طيب وزاره الامن يعني الوطني، نقاط الصيانه، مكتب مفتش عام اذا تسمحي لي. تفضل. اكو جهد مشترك على هذا الموضوع، الان ما يعني محدود، ما اقدر اقول لك ايش قد كنسبه مئويه، لكن محدوده، مو بالكثره اللي كانت فيها بحدود عام 2005 و6 و7، لا الان اقل بكثير. طيب هذه الادويه المغشوشه التي قلت ان بعضها مغشوش، بعضها مقلد، بعضها مزور، يعني كيف نميز نحن اليوم ان كان هذا الدواء مغشوش 100%، ان كان هذا مقلد ام مزور؟ صعب على المواطن ان يكتشفه. احنا الصيادله احيانا تعبر علينا. يعني فوتو كوبي 100%. يجي يهرب عن طريق المنافذ الحدودية أكيد بأساليب مختلفة، أو من غير المنافذ الحدودية، من منافذ غير رسمية. عملية اكتشافها من قبل المواطن صعبة جدا. الطريقة الوحيدة للمواطن حتى ما يوقع في فخ الأدوية المغشوشة هو شراء الأدوية من المؤسسات الصيدلانية الرسمية، من صيدلية مجازة. صيدلياتنا اللي احنا نجيزها، نقابة الصيدلة تجيزها، في كل صيدلية أكو كتاب او لوحه بها اجازه الصيدليه ومعلقه بالصيدليه. هذا من يطب له يطمئن انه اكو اشترى دواء، بس يعني الا اذا كان الصيدلي نفسه مغشوش بالموضوع بدون علمه. بس بصوره عامه يطمئن الدواء مالته ما بيجي. يتجنب ان يشتري من المحلات غير المرخصه. يتجنب يشتري دواء من محلات المضمدين والعطارين والى اخره والناس غير المرخصين. هذول الدواء احنا ما مسؤولين عنه، ومعظم الحالات اللي لزمنا بها ادويه مغشوشه كانت لدى هذه المحلات. نعم، سنتحدث عن اجازه الصيادله، لكن لنتحدث اكثر بما يخص الدواء المغشوش، ان كان مقلد او مزور او مغشوش 100%. يعني اليوم هل الادويه الغاليه هي فقط التي يقومون بتزويرها او تقليدها، ام حتى الادويه الرخيصه؟ الأدوية الغالية هي المعرضة للغش الدوائي بصورة أكبر. لكن أي دواء إلى حضور بالسوق وإلى رواج واستخدام كبير ممكن أن يغش أيضا. طيب ما السبب؟ لماذا فقط الأدوية الغالية هي التي تقلد؟ يعني بسبب الربح المادي؟ موضوع الربحية أكيد. ورجل جاء يخالف القانون ويريد يربح، شنو هم غير الربح؟ هذا الموضوع يوفر كم مبلغ كبير من الربح. طيب بما يخص الأدوية الرخيصة، يعني هل جاءتكم بعض الشكاوى بما يخص أيضا تقليد، تزوير، رصدتم هذه الحالات؟ لأن المسؤولية اليوم مشتركة، أكيد الفرق الرقابية هي مسؤولة عن هذا الأمر، لكن مسؤوليتكم أيضا تعتبر مشتركة إلى حد ما. أكيد القانون اللي ينظم عمل مهنة الصيدلة بالعراق هو اسمه قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 40 لسنة 70 اللي ما زال الآن نافذ. هذا يحدد المفتشين، هو عضو نقابة الصيادلة اللي نسميه نقابة ومكتب المفتش العام. جهود مشتركة موجودة بيننا والتنسيق على مستوى عالي ومع الجهات الأمنية. أطنان
عشرات ممكن مئات الأطنان من الأدوية المغشوشة خلال السنوات الفاتت تم التحرز عليها وضبطها، إتلافة بأوامر قضائية، تم إحالة المتورطين بها للجهات القضائية، وتقدرون تسألون القضاء عن هذه الحالات. كثيرة هي الحالات اللي لزمناها والحمد لله. جهد المواطن مطلوب لما يكتشف أنه دواء استعمله اشترى مرة دواء بعدين أخذ باكيت أكو اختلاف بيناتهم يبلغنا، هذا مهم إنه فرقنا تفتيشية مستمرة، فرق وزارة الصحة مستمرة. هذا الجهد المشترك كله بالإضافة إلى تعاون المواطن أكيد راح يؤدي إلى نصل إلى يوم نقضي على هذا الموضوع بالعراق. وبالمناسبة أريد أن يعني ما نخوف المواطن، ما نخوف المواطن إنه هذا الموضوع فد آفة، أبدا مو آفة ولا هي ظاهرة، موجودة، نعم موجودة. لذلك ندعو، أكرر الدعوة للمواطن أن يشتري الدواء من المؤسسات المرخصة، من الصيدليات المرخصة، يطمئن أنه هي صيدلية، يطمئن أنه دواء مضبوط. بما يخص الصيدليات المرخصة، اليوم الكثير مع الأسف من الصيادلة تقوم أو يقومون بتأجير الإجازة لمزاولة المهنة، يعني كيف تعلق على هذا الموضوع؟ ألا تعتبر عذرا هذه خيانة للمهنة؟ أكيد أكيد، والموضوع الظاهر ومو جديد، بدليل أنه قانون مزاولة مهنة الصيدلة تطرقت له من سنة 70، مطرق في أحد المواد القانونية إلى موضوع تأجير الامتياز، فالموضوع ظاهر قديم وجديد. موجودة الحالات أكيد، متابعات موجودة، العقوبات موجودة، إحنا نعاقب الصيدلي، بالنسبة لنا نعاقب الصيدلي اللي يرتكب هذه المخالفة بإيقافه عن العمل، إلغاء إجازته وإيقافه عن العمل لمدة قانونية حسب قرار لجنة الانضباط في النقابة. أكو جهات كثيرة تابع هذا الموضوع، الحالة موجودة ما أنكرها، ولكن لكن موجودة بكثرة. لا مو بالكثرة، لأن إحنا أنا عندي إحصائيات من عملنا التفتيشي في مناطق مراكز المدن والمناطق الرئيسية بالمدن، يعني نوادر ندخل إلى صيدلية من نلقى بها صيدلية، لكن هناك موجودة يعني بالأغذية بالأطراف بالمناطق اللي بيها مشكلة أمنية ما نقدر نوصل إليها، موجودة هذه الحالة. لكن دكتور يعني رصدنا بعض الحالات أن موجودة في مركز العاصمة بغداد، هناك من يقوم بتأجير هذه الرخصة وأيضا يقوم بفتح مذخر وليست صيدلية يعني دكتور، وفي حال وصول الفرق بسبب الفساد، وتعرف هذه الأمور موجودة مع الأسف في جميع مفاصل مؤسسات الحكومة العراقية، تلاحظ أن عند زيارة هذه الفرق لهذه المذاخر فأن صاحب هذه الشهادة يكون موجود في تلك الفترة، فلا يتم اكتشاف ذلك، فكيف هو الأمر؟ يعني هذه أكثر من حالة رصدناها يعني دائما تصير مصادفة لما يصير التفتيش يقول الصيدلي موجود ومطلوب. لا هناك لا. إشارة تأتي لهذا المدخل. لا مو هذا الموضوع، لا أنا ما أفقش بهذا الصدد. قلت لك المخالفة موجودة وما أنكرها، موجودة حالات مشخصة من عندنا وأخذنا عليها قرارات وعاقبنا المسيئين بها، لكن أنه يصير دائما بالصدفة ويجي الفريق التفتيش الصيدلي موجود، لا تكون لو سمحت لي تكون هناك إشارة لهذا المدخر بقدوم هذا. ما أقدر أكد هذا الموضوع، أني قد يكون قد ما يكون، لكن اللي أقدر أكده وأن يكون أقدر أني أكده أنه صيدليات في مراكز بغداد مثلا في منطقة الحارثية في منطقة الشارع فلسطين أكيد أكيد تكلفة فتح الصيدلية هذه تكاليف عالية جدا. إذا شارك الصيدلي شخص مشاركة مادية، قد يكون أبوه أخوه ابن عمه، لكن هو المدير هو المسؤول هو الكذا، هو ما ارتكب مخالفة بهذه الحالة، أكو تمويل مالي شراكة مظاهرة لنا، يعني في حال رصد هذه الأمور مخالفة. ما تعتبر مخالفة، يعني في حال رصد مثل هذه الأمور ما الواجب القيام به؟ في حال تشخيص هذا الموضوع ووجود الدليل القانوني، أكو مادة قانونية في قانون مزاولة المهنة أكرر يعاقب عليها بالحبس 3 سنوات. إذن ليستمع الجميع من يشاهد هذا البرنامج، هذه العقوبة من قبل من يخون هذه المهنة التي تكون بتماس مباشر مع حياة الإنسان. إذن مشاهدينا لنذهب إلى هذا الفاصل ولا نعود. كترت قدمي اليمنى في حادث، فما هو الواجب علي؟ هل أمسح على الساق أو أتيمم؟ أنا من بغداد وعملي في مكان يبعد مسافة 40 كيلومتر، وأسافر إليه 6 سفرات في الشهر، فكيف أصلي
تمام أو قصر. اشتريت بيضة من امرأة فلقحناها من زوجي وزرعت في رحمي، فما حكم هذا الجنين؟ هل هو ابني أو لا؟ أنا أعمل نحات، وبعض المرات أنحت أشكال شخصيات مشهورة أو أنحت حيوانات، فما هو حكم الأموال التي أجنيها من عملي؟ أجوبة هذه الأسئلة وغيرها تأتيكم في برنامج لكم بالسر. تساؤلات تبحث عن خبايا. سياسيون، كم هي نسبة صراحتهم؟ صدق القول وكذبه تميزه عين المشاهد. لقاء خاص. أهلا بكم مشاهدينا. أكيد في بدء الأمر أحب أن أشكر زملائي وسنعود لهم مرة أخرى. أهلا بكم، وأيضا بالتفاصيل أكثر بما يخص موضوع هذا اليوم الذي هو بتماس مباشر مع حياة الإنسان. أنا أركز على هذا الموضوع لأن هذه الرسالة، هذه المهنة قبل أن تكون رسالة الإعلام. فنحن نسلط الضوء على هذا الموضوع مع ضيف آخر للحديث أكثر حول هذا الموضوع. سيكون أيضا معي في الاستوديو الصيدلاني الدكتور أنمار عبد الرزاق عبود للحديث ولتفاصيل أكثر وأعمق معه. أهلا وسهلا بك. يعني دكتور، نحن اليوم نتحدث عن هذه المهنة العظيمة برسالتها الإنسانية، لكن مع الأسف اليوم الصيادلة، ليس الكل، البعض منهم يعني تركوا الجانب الإنساني واتجهوا إلى الجانب الربحي. فحسب خبراء الاقتصاد اليوم يبينون أن تجارة الدواء في العراق وصلت إلى 10 مليارات سنويا. كيف تعلق؟ هي أولا السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا لتحت الفرصة حتى لتوضيح بعض الأمور للمواطنين، خصوصا يعني خصوص هذا الموضوع. بالنسبة لتجارة الأدوية، هي تجارة يعني مصنفة عالميا الثالثة أو الرابعة حسب آخر تصنيف. نعم. أما في بالعراق، اللي الموضوع اللي صار أنه بعد 2003
صار سياسة السوق المفتوح. سياسة السوق المفتوح أتاحت الكثير من رؤوس الأموال والتجار أن يتجهون إلى هذه التجارة نقول مربحة. أما فيما يخصنا إحنا كصيادلة، نعم، إحنا دورنا الأساسي واللي هو الهدف من مهنتنا أنه نوصل أفضل دواء بأحسن كواليتي موجودة، نعم، إلى المريض وندليه ونعلمه على طريقة الاستعمال الصحيح. أما هذا الموضوع الرقم اللي قلتيه حضرتك، نعم، أعتقد أنه مشترك بين الخبير الاقتصادي، نعم، أعتقد أنه مشترك بين ما تستورده كيماديا مؤسسات الدولة الصحية وبين القطاع الخاص، وأعتقد يعني الخبير عذرا رصد إجمالا الموضوع، نعم، إيه. فيعني هذا الرقم أنت شفتيه أنه هو مغري بالنسبة للأرباح بالفعل. فكصيادلة أنه كربح مادي هذا حق شرعي على أن يكون بطريق مشروع. نعم. أكو ناس تعرفين كل شخص بما يتبناه من آراء ومبادئ، أكو شخص يتجه بالمبدأ الصحيح ويعمل بالطريقة الإنسانية ويرضى بالنسبة الربح نقول المعقولة أو القليلة، نعم، اللي تناسب مبادئ واللي تعيشه بمستوى معين مرضي إليه، وأكو ناس لا يتجهون الطريق المختصر اللي هو دوم يكون طريق غير مشروع. فهذا أنه ما نقدر نعمم إحنا على كل الصيادلة، بالعكس الصيادلة هم الأول والأخير وأغلبهم، نحن لا نعمم أكيد، لكن نحاول يعني في هذا البرنامج أن نرصد الإيجابي والسلبي ونقوم السلبية، أما الإيجابية ندفع وندعمها. السلبيات موجودة، نعم، لأن إحنا كمهنة الصيدلة عانت معاناة صراحة من تغييب دور النقابة بالفترة السابقة. النقابة الحالية الموجودة حاولت قدر الإمكان أن تجد لها موطئ قدم باتخاذ كل الخطوات والقوانين وتغييرها على مود تاخذ دورها بالقطاع الخاص، جيد. لكن جوبهت نقول يعني القوانين الموجوده من وزاره الصحه والقوانين السابقه ما اتاحت لها الفرصه انه تكون ذات حضور اوضح بالقطاع الخاص. فتبقى نعم. مساله الصيادله كل شخص قلت لك المبدا اللي يتبناه هو اللي يمشي عليه. جيد. يعني دكتور، اليوم الدواء العراقي هل هو جزء من المشكلة أم هو الحل بعينه؟ كيف تقرأ ثقة المواطن العراقي، ثقة المؤسسات الصحية بالدواء العراقي؟ بالنسبة للدواء العراقي يعني صراحة عانى معانا. أنا من الداعمين أنه لتقوية الصناعة الوطنية خصوصا عن طريق القطاع الخاص، وسعينا بأكثر من مرة أنه نفتح مصانع المختلف المنتجات نقول البسيطة ما نقول التخصصية الدقيقة، نعم، جوبهنا بمشاكل عدة أهمها يعني المشاكل الروتينية، لأن هذا الموضوع هو يخص بدرجة أكبر وزارة الصناعة ولا يخص وزارة الصحة. فإحنا لهنا أنه وزارة الصناعة هي المسؤولة الأولى. أما ما موجود حاليا من مصانع عراقية فهي تابعة الصيادلة حصرا، نعم، مصانع عراقية أهلية أتحدث عنها، منتجاتها يعني صراحة هي موجودة بس ما تلبي الطموح وما أعتقد أنه تسد الحاجات. أما فيما يخص الدولة فهناك معمل يعني أول ما افتتح كان طموح، ومعمل غطى احتياجات، وأعتقد أغلب الأدوية نعم. كانت تصدر للخارج، معمل أدوية سامراء، وفتح فرع له في محافظة نينوى، معمل أدوية نينوى. هذا المعمل حاليا أيضا أكو يعني اكو مشاكل بيه، بس هذا يعني يخص وزارة الصناعة. لكن بما يخص الثقة كيف تقرأ ثقة بالدواء العراقي؟ بالنسبة للمواطن العراقي حاليا ما اقول لك انه هو يثق، لا بالعكس، هو حاليا قام يثق بالمنتج الاجنبي، يحب يسمع كلمة اجنبي، يثق بالكواليتي كنترول هناك، يعني يثق بالسيطرة النوعية للدول، يحس انه المنتج العراقي ما منتج ضمن المواصفات العالميه، وايضا يعني طريقه التغليف لا توجد هناك نشره يعني ارشاديه. يعني تشوفين حاليا انه الدول الاجنبي من يطب للعراق او يوصل للمريض يوصل بتعبئه نقول جميله ولطيفه ومطابقه للمواصفات العالميه. اما المنتج العراقي اغلبها مثلا تجي عن طريق بدون باكيت، وتجي عباره عن يعني عصارات او شرائط بدون اي تغليف معين يبين
اسم الدواء يبين الجرعة مالته، فلهذا يعني تصير تضاربات. أنا اليوم لا أريد أن أهاجم الصيادلة، لكن سأتحدث وأنت الذي ستحكم على الأمر. اليوم أنا أستطيع أن أكون طبيبة نفسي وأستطيع أن أوصف لنفسي يعني وصفة طبية وأذهب بدون يعني هذه الوصفة الخاصة بالطبيب والورقة الخاصة بالطبيب، أذهب لأي صيدلية اليوم موجودة في العاصمة بغداد أو في أي محافظة من محافظات العراق وأشير للصيدلي بأني أحتاج هذا الدواء وذاك الدواء، ويقوم الصيدلي بإعطاء هذا الدواء بكل سر وسهولة بدون أن يذكر أين الوصفة، وصفة الطبيب. يعني في دول الأوروبية لا يعطون الدواء بدون هذه الوصفة. تعليقك؟ يعني مو بس بالدول الأوروبية، أغلب الدول العربية ما ينطون الدواء إلا بوصفة. يعني لكن ليست بضوابط أوروبا. ما يخالف. عندنا نوعين إحنا من الأدوية، عندنا شيء اسمه OTC over the counter، هذا من اختصاص الصيدلي أن يصرفه. عندنا معظم الأدوية إذا شايف التغليف مالتها ينكتب عليها RX only، يعني هذه تصرف بوصفة طبية. هذه حاليا دا تصير انه يجيش المريض يقول لك اريد من هذا الدواء، او انا اشتكي بشغله اريد دواء معين، تبقى يم الصيدلي. احنا بمعظم الحالات واللي درسنا انه نسوي له تحويل الى الطبيب الى الطبيب الاختصاص. نعم. اكو صيادله او اكو حاليا المخالفين للموضوع. نعم. ينطي الدواء بصوره مباشره، واغلبها يعني الناس خصوصا بالمناطق الشعبيه تثق مثلا بالصيدلي ومعلوماته وهذه، وتعرفين انه يقول له انا ما اريد اروح الطبيب وتكلفني كشفيته كذا وكذا وكذا، فانت اعطيني الدواء. علميا لا يصح. اذا كان الموضوع ضمن الادويه اللي تنصرف من صلاحيه الصيدلي اللي هي اوفر ذا كاونتر، هذه تصرف. إذا كان يطلب دواء خارج هذه الخانة، لا، المفروض يحول إلى طبيب. فهو هذا الموضوع. نعم. يعني طيب، مسألة تأجير، يعني أنا اليوم أركز جدا على هذا الموضوع، ليس الهدف والغاية منها أني يعني أقلل من قيمة الصيادلة، لا بالعكس، إن رسالتهم إنسانية وسامية، واليوم دورهم في العراق دور عظيم ومكمل لكل مفاصل ومؤسسات الحكومة العراقية. يعني لكن اليوم مسألة تأجير الإجازات لمزاولة هذه المهنة، كيف تقرأه؟ اليوم الكثير من الصيادلة يقوم بتأجير شهادته التي تعب في الحصول على هذه الشهادة. أولا من مبدأ أنه هي مخالفة، هي مخالفة إن وجدت في قانون. لا، موجودة، لنتفق على أنها موجودة. لا، إن وجدت، يعني أنا جاي أقول إن وجدت فهي مخالفة، يعني هي موجودة. نعم. يعني إحنا لا ننكر شيء أو واقع موجود، لكن في أغلب الحالات الموجودة تكون عبارة عن مثل ما ذكر دكتور جليل، أنه تكون عبارة عن مشاركة أنه صيدلي ماديا يحصل على تمويل من شخص آخر. نعم. أن يكون قريب أو أن يكون من أقاربه، أو يكون صاحب، نقول صاحب المحل أو صاحب العمارة أو صاحب المجمع الطبي، مرات يتشارك مع طبيب. فهذا الموضوع أنه يدخل في خانة المشاركة. إحنا كقانون مزاولة مهنة ما عندنا شيء اسمه تأجير امتياز. إن ثبت الموضوع، وقال دكتور جليل، نعم، العقوبة الخاصة بهالموضوع، إن ثبت الموضوع فهو مخالفة لقانون مزاولة المهنة. اللي دا يصير حاليا استغلال من أغلب رؤوس الأموال، احتكار للمناطق، نقول المتميزة ببغداد، للمناطق نقول الرئيسية اللي تخص هذا الموضوع، بحيث أنه ما ينطي فرصة لأي صيدلي من يروح يحاول انه يفتتح صيدلية بهذا المكان، فراح تكون عليه ضغوط فيضطر لمشاركة اشخاص اخرين هم خارج الاختصاص. يعني احيانا يطلب الطبيب من المريض ان يعني ياتي بدواء معين ويكون بماركة معينة، وهذه الماركة قد تكون باهظة الثمن لنبتعد عن سعرها، لكن قد تكون غير موجودة بوفرة في الصيدليات الحكومية أو حتى الأهلية. يعني يجد المريض صعوبة في أن يصل إلى هذا الدواء، كيف تعلق على هذا الموضوع؟
بالنسبة لهذا الموضوع هذا يخص الأطباء. الأطباء نعم، لكن كصيادلة اليوم في مع بعض الأطباء يكون هناك اتفاق مع صيدلية معينة. اليوم أنا لا أريد. إذا تقصدين هذا الجانب فهذا نعم. فهذا الجانب. الجانبين يا ريت أن تتحدث. بالنسبة لنا. للجانب الأول بوصف دواء معين هذا إحنا ما نتدخل به، هذا الطبيب ورؤيته الموضوع. أنا أقصد هنا أكيد هذا يعني مسألة الطبيب هو المختص بهذا الشأن. أنا أقصد هنا أن مسألة الماركة المعينة هل يعني لم تكون هذه الماركة موجودة فهذا يعني أن العلاج لن يكون جيد هل هو بالفعل بهذه الدرجة؟ بالنسبة لصناعة الدوائية هناك نوعين من الأدوية الموجودة، أكو نوع اسمه براند اللي هي الشركة الأصلية اللي اكتشفت هذا الدواء المعين وصنعته اللي أول مرة باسم معروف احنا نسميه براند، وأكو شركات بدأت تصنع بعد أن تخلص الرخصة أو حقوق التصنيع لهذه الشركة، تختلف حسب المنتج من 5 سنين 10 سنين، يسموها بالWHO بالFDA باتنسي يعني خصوصية لهذه الشركة اللي اكتشفت هذا الدواء بالتصنيع. فهذا بعد ما ينتهي هذا الباتنسي الشركات اللي نسميها الجينرك اللي تصنع الأدوية الجينرك بالجينرك نيم مالتها تنتج من نفس هذا الدواء، هنا يختلفون عليه حتى العالم كله وموجود تعريفه بموقع الFDA. يختلف يعني بحيث يقول لك انه هو الجينريك يساوي للبراند حسب رؤيه بعض، اكو بعض يقول لا البراند افضل من الجينريك حسب رؤيه بعض، وكاتب عباره لطيفه جدا بنهايه البحث مالته والدراسه كاتب هذه كلها تابعه الى سياسات الشركات الدوائيه. فيعني هذا الموضوع بالنسبه لنا كصيادله احنا من يجينا وصفه بها دواء مكتوب على الاغلب مرات البراند احنا نفضل انه ينكتب الجينيريك نيم او ساينتفك نيم للدواء الاسم العلمي للدواء حتى يصير سهوله صرفه. الشركه المفروض انه الصيدلي هو اللي يحدد الموضوع، يعني لا يستطيع ان يغير هذه الماركة ان كانت غير حاليا موجودة. حاليا اكو اطباء يرفضون هذا الموضوع. يعني هذا موضوع يخص الأطباء، السياسات شخصية، أما بالنسبة لنا نعم. كصيادلة إحنا نمشي على وصفة الطبيب الساينتفك نيم. يعني أنا مثلا نقول مثلا البراسيتول موجود، الطبيب مثلا مرات يكتب بنادول اللي هو نفسه براسيتومول 500 يعني نفس الفعالية نفس الفعالية نعم. فبعض الأطباء أوكي يمشي الموضوع، أكو بعضهم لا يريد البراند نيم نفسه. وهذا طبعا شأن خاص بالأطباء نعم. مختلف الأسباب، يعني أكو أسباب علمية أكو أسباب عن تجربة وأكو أسباب أخرى. دكتور شكرا لكل هذه الإيضاحات التي قدمتها لنا، لكن لنذهب إلى زملائي ولنا عودة، ابقوا معنا مشاهدينا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي برنامج كل الحكاية على شاشة بلادي الفضائية. أعزائي المشاهدين، الأدوية والمستلزمات الطبية التي تباع في الشوارع وعلى الأرصفة وكذلك الأدوية منتهية الصلاحية والصيدليات غير المرخصة، هذه المواضيع سنتحدث بها مع بعض المواطنين ونأخذ آراءهم، كونوا معنا. مو احنا نقضي عليها، هاي المفروض يعني فد لجان، لجنه من وزاره التخطيط واللجنه من وزاره الصحه تطلع على هاي البسطيات ويكشفون اذا اكو فشي يعني مو قانوني او مو يعني ما مصرح به، يغلقون هالمحل او يشيلون البسطيه لان هاي مضره، يعني فشي مضر، يعني هم جايين ليش جايبين هاي الادويه؟ غير المفروض يعني صحه الانسان إذا هي تضر ليش مخليها؟ يعني أختي العزيزة هاي الظاهرة صارت جديدة عندنا من وراء السقوط، كانت قبل تطلع لجان تفتر على الصيدليات يشوفون الأدوية، نوع الأدوية، منشأ الأدوية، تاريخ انتهاء، تاريخ عملها الأدوية شنو صالح من. هسه الأدوية صارت بالشارع على الأرصفة عند المضمدين، يعني المضمد من تروحين تلقين عنده صيدلية متكاملة، هاي بسبب آخر أساس بهالموضوع غياب الرقابة الصحية، يعني مو بس على الأدوية، شوف الأغذية لو تشوفون كلها أغلب المواد الغذائية والأدوية كلها مستوردة،
مع العلم قبل يعني معمل سامراء إلى تاريخ عريق صناعة الأدوية. وحتى خلينا نكون صريحين أكثر، الدواء يكون فعال أكثر خاصة المنتجات العراقية، بس غياب الرقابة والمتابعة وصلنا لهالمرحلة. وطبعا هاي يعني ظاهرة سلبية ومقرفة بنفس الوقت وتنعكس على المواطن. أعزائي المشاهدين، تعرفنا على آراء بعض المواطنين حول موضوعنا في هذه الحلقة. نشكر لكم حسن المتابعة، وهذه عودة إلى الأستوديو. أهلا بكم مشاهدينا الأكارم وإلى الجزء الأخير من حلقة هذا اليوم، وأيضا سينضم معي في الاستوديو ضيفي الكريمين. أهلا وسهلا بكما. يعني دكتور حداد، الآن سنتوجه بالأسئلة إلى ما يخص المواطن العراقي، إلى ما يخص الإنسان بصورة عامة. يعني مسألة الوعي والثقافة الصحية مطلوبة جدا اليوم، كيف تقرأ هذه الثقافة في العراق؟ والله للأسف متدني، بمستوى متدني جدا الوعي الصحي عند المواطن العراقي بطريقة نعاني منها في الصيدليات. شبابنا يعني إخواننا وزملائنا بالصيدليات نعاني منها، مثلا لما نركز على صنف معين من الدواء نحتار نفهم أنه هذا يحمل نفس الصفة العلاجية بسعر أرخص أفضل، يجي بالموضوع مالته يجي يصر. الدكتور أنوار تفضل قبل شوية أنه موضوع الدواء الأصلي من غير الأصلي، موضوع البريسكريبشن ايتم الأدوية اللي يجب أن تصرف بوصفة وغيرها، يجي للصيدلية يصر على أخذ هذا الدواء. أخي ما ممكن أن نعطيك هذا الدواء، لازم تزور طبيب. ما أريد أزور طبيب، ما عندي فلوس، روح للمستشفى. ما أريد أروح للمستشفى. هذا الموضوع صعب جدا نعاني من عنده. إحنا من حقنا نصرف أنواع معينة من الأدوية بدون وصفة، مو بس بالعراق بالعالم كله، وأكو أدوية لازم تصرف بوصفة. هذا الموضوع كل المواطن يتفاهم من عنده. لما أقول له روح للطبيب نتهم أنه أنا أريد أشغل الطبيب وأنا متفق ويا الطبيب على مود الطبيب يكتب لي وصفة دسمة. هذا الموضوع مو حقيقي. يعني من أصرف خصوصا مثلا قطرات العيون. أنا صار لي 25 سنة بهذه المهنة، ما في يوم صرفت قطرة عين بدون وصفة. موضوع مو سهل موضوع العين. كثير من المرضى يطلع من الصيدلية حتى يلعني، هذا متفاهم ويا الطبيب اللي ما يريد يصرف. الموضوع مو شكل، أنا خايف عليه. وبجانب آخر خايف على نفسي، ما أريد أتحمل مسؤولية. قد يكون عنده حساسية، قد يكون عنده فد مرض معين أنا ما أعرفه، الدواء ممكن أن يعطي نتيجة عكسية. هذا الأمور الوعي الصحي. أنا هنا بين القنوات الإعلانية مهمة بهذا الأسلوب، أكو برامج تثقيف صحي في بعض القنوات حقيقة تنطي بالعراقية. تصور أنا شايف برامج حلوة ومفيدة على المدى البعيد إن شاء الله. إذن حتى نحن في قناتنا نقوم بتسليط الضوء على الكثير من هذه الأمور، وأيضا نساهم في توعية المواطن العراقي. يعني دكتور عبود، برأيك كيف لنا اليوم أن نثقف المواطن العراقي غير وسائل الإعلام التي ذكرها دكتور حداد؟ هو أولا يتم عن طريق وسائل الإعلام بدرجة أوسع، لأن هي توصل للمواطن بسرعة. نعم. وهذه المفروض تتبناه وزارة الصحة بشكل رئيسي. نعم. يعني هي المسؤولة الأولى عن نقول الصحة العامة للمجتمع. النقطة الثانية اللي يجب أن تتبناه داخل المؤسسات الصحية، يعني أغلب المرضى من يراجعون المستشفيات المفروض أنه يكون التوعية الصحية باتجاه استخدام الدواء بصورة صحيحة، باتجاه استعمال الأدوية بصورة صحيحة، باتجاه نسميه الترتيبية في استحصال هذه الأدوية. يعني احنا حكينا عن هذا الموضوع هاي المرة الثالثة، انه اكو أدوية تصرف من قبل الطبيب واكو أدوية من صلاحية الصيدلي. فاحنا هذا الموضوع يعني احنا نتعرض له دائما بالصيدليات. يعني يجي مريض اقاربه صاير زين باستعمال دواء معين فيريد نفس الدواء، وهذا مستحيل. وصفة مستخدمها لابنه في حالة معينة يريد يكررها في حالة أخرى. يعني إحنا عدنا من درسنا أنه إذا رجل إجى للصيدلية هو وزوجته بيهم نفس المرض، مستحيل أن تصرف لهم نفس العلاج. فيعني هذا الموضوع نتمنى أنه إحنا كصيادلة ونقابة نقابة الصيادلة ووزارة الصحة أنه تتبناه بشكل أوسع من ناحية التوعية، خصوصا أكو يعني صراحة شريحة مهمة إحنا ناسيها، شريحة نقول المتقاعدين أو أصحاب الأمراض المزمنة اللي عندهم دفاتر يستلمون أدوية الأمراض المزمنة. يعني مرات يروح خصوصا الإنسولين أو الأمراض أدوية ارتفاع الضغط
من يروح للمركز الصحي اللي يستلم حصته يعني اذا لقى الدواء مال غير شركه ما راح ياخذه. يعني بالنسبه للانسولين اكو شركه اكو اكثر من شركه، وهذا بناء على ما تحصله وزاره الصحه من تجهيز، فمن يلقاه بغير شركه ما راح ياخذه. يعني من يجي للصيدليه يشوف سعره، لان هي شركاتها عالميه وزاره الصحه داعمه هذا الموضوع، من يجي للصيدليه يلقى سعره كلش غالي. سنتحدث بما يخص الاسعار، لكن دكتور بس قبل هذا الموضوع هذا المهم تفضل. احنا في نقابه الصيادله تبنينا هذا الموضوع عن طريق برامج. سوينا اول شيء برنامج لتوعيه تدريب الصيادله على كيفيه التعامل مع مرضى السكري. جيد. برنامج لمدة أسبوع كامل، صيادلة من مختلف مدن العراق يجوا لمدة أسبوع كامل في بغداد، محاضرات مركزة، طريقة تعليم المرضى على كيفية استخدام أدوية السكري. الآن عندنا برنامج بداية الأسبوع الرابع أيضا لمدة أسبوع لكيفية تثقيف والتعامل مع مرضى الربو. والبرامج هذه مستمرة. احنا من جانبنا سوينا اللي هذا الترتيب راح ينطي صدى إن شاء الله، لهذول الصيادلة راح يدربون صيادلة آخرين، ويود من يعلم المريض كيف يستخدم الدواء راح يكون له مردود صحي مردود اقتصادي. لما المريض يستخدم الدواء بشكل صحيح راح يستجيب جسمه لهذا الدواء. اقتصاديا راح يقل تكاليف العلاج عنه، ممكن ما ياخذ العلاج يشتري وحده ورا الثانيه وما يستجيب جسمه للعلاج بسبب سوء استخدام للدواء. الان بهذه البرامج بتدريب الصيادله والتماس المباشر هذا هم جانب اعلامي بالتوعيه اللي تفضلت بها. يعني هذه تقع من تحت مسؤوليه نقابه الصيادله ام هو من باب المساهمه في توعيه المرضى؟ من باب المساهمه ولتثقيف الصيادله برنامج نسميه تعليم الصيدلان المستمر. جيد. ايضا راح تاثيرات المستقبليه تاثير تثقيفي للناس. جيد. طيب دكتور عبود، يعني ان الامر المثير في الموضوع ان اليوم تجد نخب المجتمع العراقي ايضا ليست لديها ثقافه صحيه، كيف تعلق على هذا الموضوع؟ يعني هذا الموضوع يعني يختلف من شخص لاخر، اكو يعني حسب نقول الشخص ورؤيته للموضوع، اكو يعني ناس عندهم امراض مزمنه مستمرين فيعرف يجي يعرف كل الدواء بمختلف الشهادات، يعني يجي يعرف الدواء والتفاصيل والشركات، واكو ناس لا، اكو ناس يعني نقول الله يشافيها ان شاء الله ما متعرضه لامراض معينه، من تتعرض لموضوع معين وما تعرف هي يعني نقول بحياتها ما داخله صيدليه او شيء، من يجي على هذا الموضوع راح اسئلته تكون هوايه، راح يكون قلق بصوره نفسيه وموضوعه راح يتكرر ويحاول يسأل أكثر من شخص حتى لو مو من أصحاب الاختصاص، فيعني هذا الموضوع تابع للشخص نفسه. أكو ناس تهمهم مثلا صحة العائلة وخصوصا الأم، تشوفيها دوم تسأل أدوية القحة، أدوية نقول ارتفاع الحرارة الجسم خصوصا للأطفال، فتكون بموضوع مسؤولية هي تكون العرف، أعرف من الأب ومن الأخ. حتى اكو في بعض الاحيان اكو ناس قاموا يتعلمون على زرق الاوبر، يعني زرق المحاليل الوريديه. في حال انه تعرضوا لحالات لا سمح الله نقول طارئه او عاجله بمختلف الاوقات. فيعني هذا الموضوع تابع للاشخاص نفسهم، وهذا هم نرجع ونقول انه مسؤوليه التوعيه الصحيه مسؤوليه يعني كلش لازم ناخذ دورنا بها احنا كصيادله ونقابه الصيادله، من موقعها انه تثقف الصيادله حتى هم يأثرون بشكل مباشر كما أشار الدكتور. أما الموضوع الأكبر احنا نتمنى من وزارة الصحة أنه هذا الموضوع تهتم به بصورة مباشرة وموجودة من خلال القنوات الإعلامية، توعية بمختلف الحالات يعني خصوصا الأمراض نقول المزمنة، الأمراض السرطانية، لأن يعني هذول الأمراض يعني يحتاج لهم عناية خاصة. إذن أيضا أنا أجد أيضا مسؤولية المواطن هو يقوم بتثقيف نفسه بنفسه من خلال المطالعة عبر الإنترنت. اليوم مواقع التواصل الاجتماعي مفتوحة أمام الجميع وأيضا الكثير من المعلومات، لكن أن يذهب إلى المعلومات الحقيقية والصريحة. يعني دكتور بما يخص أسعار الدواء إن كانت من شركات وماركات معينة سيكون هناك تفاوت بالأسعار، لكن إذ كانت من شركة واحدة لكن السعر يختلف حسب المنطقة التي توجد فيها الصيدلية، يعني هذا ما يلاحظه الجميع. يعني مسألة توحيد الأسعار كيف تقرأها وكيف يتم؟ موضوع تسعير الأدوية موضوع حقيقة معقد وشائك ومو سهل. يعني أيام يعني أثناء دراستي بالثمانينات كنا نطبق، بنهاية الثمانينات طبقنا بالصيدليات، كان السعر موجود وكل الصيدليات ملتزمة بالتسعيرة. مع بداية الحصار تحديدا بداية 92 التسعيرة ثابت،
يعني الدولة بقت مصرة على موضوع السعر الرسمي للدولار والمشاكل اللي صارت. انتهت التسعيرة، قلنا سنة 2003 الحكومة سحبت، صار قطاع خاص مباشر، فرق سعر التصريف. هذا الموضوع أثر على سعر الدواء وأثر بس على ارتفاع سعر بعض الأدوية، وخصوصا الأدوية اللي سموها دكتور أنمار بالبراند، نعم، اللي هو الأدوية الأصلية للشركات المصنعة الأصلية لها، اللي أكيد تكون أدويتها غالية لأنه تصرف مليارات على تطوير واكتشاف الأدوية، بالتالي هاي المليارات اللي صرفتها تعكسها على سعر المنتج مالته. الدواء المصنع بالاسم العلمي اللي احنا نصطلح عليه اسم الجينريك يكون أرخص أكيد. نعم. تفاوت السعر من منطقة لمنطقة لأنه ماكو تسعيرة للأدوية حاليا. نعم. أكيد راح يكون حسب تكاليفه هو الصيدلية وتكاليف التشغيلية اللي عنده. نعم. محل ايش قد مكلفه الايجار مالته، يعني ايجار محل بالحارثيه اكيد اضعاف مضاعفه لمحل في منطقه شعبيه، اضافه لمصاريف التشغيليه الاخرى، هذا كله ياثر. ارجع الى قانون مزاوله مهنه الصيدله بفقره انه وزاره الصحه تقوم بتسعير الادويه بتشكيل لجنه لتسعير الادويه تكون النقابه ممثله بها. هاي اللجنه تفعلت قبل ثلاث سنين تقريبا، حدود 2013. اشتغلنا على إيجاد منظومة قابلة للتطبيق لتسعير الأدوية تضمن حق المريض بالحصول على الدواء بسعر مقبول، وأيضا على حقوق الصيادلة لأنه مصدر رزقهم، وتضمن ثبات للسعر في كل أنحاء العراق. المنظومة اكتملت في عام 2014. أكو معوقات لتنفيذ الحقيقة، تعتمد على سعر الأساس وموضوع سعر التسجيل وتفاصيل كثيرة ما دوقكم بها. ده نشتغل يعني على مدار الساعة بهذا المنتج. وزارة الصحة قبل مدة تصور يعني وعدت أنه بحدود الربع الأخير من هذه السنة ستبدأ بتنفيذ التسعيرة، ونتأمل أنه يطبق إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. أحب أضيف معلومات. تفضل. المواطن العراقي ده يتحمل سعر الدواء، ده يتحمل سعر الطبيب، نعم، ده يتحمل كل التفاصيل العلاجية الأخرى من أشعة مختبر كذا، كل التفاصيل يتحملها لأنه ماكو نظام ضمان صحي. العالم كله الأدوية بالعالم كله أغلى من العراق، أغلى بأضعاف مضاعفة، أضعاف مضاعفة أغلى من العراق، لكن المواطن ما يحس بيانات لأنه ماكو ضمان صحي. لو وجد قانون للضمان الصحي، قانون حقيقي، الموظف من راتبه يقتطع جزء إلى نظام، إلى شركة التأمين راتب مسؤولة، المواطن الفقير اللي مشمول بشبكة الحماية الدولة تدفع عنا، المواطن اللي ما مشمول بشبكة الحماية وهو غير موظف يشترك بهذا الصندوق بمبلغ معين، الكل راح تشترك، راح تكون جمعية ندفع مبالغ زهيدة تتجمع، مو كلنا نتمرض أكيد تتجمع، هذه راح يستفاد من عدد المريض بالنتيجة. الضمان الصحي هو الحل. إيجاد التسعيرة راح يضمن ثبات السعر، ما راح يضمن أن الدوار يرخص، الدول ما راح يكون ضمان التسعيرة ما حتكون ضمانة لتخفيض السعر، نعم، حتكون ضمانة لتثبيت السعر فقط. جيد. بعض المفردات راح ترخص لكن بصورة عامة هو تثبيت السعر. إذا نحتاج بعض التشريع لبعض القوانين التي تساهم. أكو جهد من قبل وزارة الصحة. نعم. أكو جهد من قبل وزارة الصحة. نعم. حسب معلوماتي رفعوا مسودة قانون لضمان الصحة إلى مجلس شورى الدولة. أكو جهد من لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب لتشريع قانون الضمان الصحي. طيب. نتمنى أن يستعجلون به اللي هو إن شاء الله. إن شاء الله. طيب دكتور عبود، يعني مسألة تثقيف المواطن هل هي من ضمن مسؤولية الطبيب أم هي ليست من ضمن مسؤوليته في حال أنه وصف له بعض الأدوية لعلاجه من مرض ما؟ هي بالدرجة الأساس الطبيب من يصرف دواء عنده ثقة أنه اللي راح يصرف هذا الدواء بالصيدلية أنه هو صيدلي مثقف عن هذه الأدوية. هذه نقول نسميها الوظيفة الأساسية للصيدلاني المتواجد بالصيدلية الأهلية. نعم. إنه يوعي المريض باستخدام الدواء بصورة صحيحة بالجرعات بأوقاتها قبل أو بعد الطعام، هذه من ويوعيه خصوص إنه التأثيرات الجانبية اللي ممكن أن تظهر الفترة العلاج بهذا الدواء، فهذا كله بالدرجة الأساسية مسؤولية الصيدلي وليس مسؤولية الطبيب. بس احنا بعض الاحيان هسه حاليا انه الاطباء يريد من المريض انه يرجع له بالدواء حتى انه يفهمه على بعض النقاط الخاصه بالموضوع،
أو يتأكد أنه الدول انصرف صح أو مو صح. إذن هي ليست مسؤولية الطبيب، لكن جزء من المشاركة والمساهمة التي من الممكن أن يسهم فيها الطبيب. طيب يعني دكتور حداد، هناك مستلزمات جراحية تساهم في دعم جسد المريض مثل منظم القلب وغيرها من هذه الأجهزة، يعني هل هي تدخل في دائرة سوق الدواء؟ هذا النوع من المستلزمات الطبية تحديدا هو يستورد من قبل الدولة فقط، لأنه غالية جدا وما تصور المواطنين يقدرون على سعره. تستورد من قبل الدولة حصرا وتصرف من قبل الدولة أيضا مجانا. نعم، هذا النوع تحديدا يعني. نعم. إذن الدكتور جليل حداد، شكرا لانضمامك معنا، نائب نقابة الصيادلة العراقيين، شكرا لانضمامك وشكرا لكل هذه المعلومات التي يوم قدمتها لنا ولكل مشاهدينا. شكرا لك. وأنا أشكركم جدا على استضافتنا، وحتى نقرب وجهات النظر ونرفع حالة الضبابية اللي بالفعل كثير من أبناء المجتمع لشرائح كثيرة ضدنا بطريقة تكاد تكون اتهامية. نتمنى تتكرر اللقاءات حتى نوضح أكو تفاصيل أخرى كثيرة. شكرا لك دكتور حداد، وأيضا شكر موصول لك طبعا دكتور عبد الرزاق عبود لانضمامك معنا ولهذا الكم من المعلومات اليوم يعني أرفدت به قناة بلادي وأيضا كل مشاهديها. شكرا لك. شكرا لكم، وإحنا يعني ندز رسالة أو نوجه رسالة لكل المواطنين اللي يسمعونا، أنه إحنا كصيادلة همنا الأول والأخير أنه نوصل الدواء بصورة صحيحة لهم. فبعض الحالات السلبية ما تنعكس على الكل، وهذا يعني هو يعني يدخل ضمن منظومة المجتمع العراقي وضمن كل اللي يدي سابقا يعني اليوم حالياً. إن شاء الله تكون الرسالة قد وصلت للجميع، مثل ما قال دكتور جليل، سواء كانت للمواطن أو للجهات يعني المعنية والمسؤولة. مسؤولياتكم، وتمنى تركيز أكبر على هذا الموضوع إن شاء الله. شكرا لك. إذن مشاهدينا اليوم كانت هذه حكاية كل الحكاية. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.